Türkiye'nin bir zenginlik olarak gördüğümüz tüm farklılıklarını birbirinden ayırmak, birbirine rakip ve düşman gibi göstermek kimin adına? Selahattin Eyyubi'nin sancağı altında Kudüs'ü fethederek orayı bir barış ve huzur şehrine çeviren ordunun neferleri saldıranda Yavuz Sultan Selim'in ordusunda birbirine kardeş olan biz değil miyiz? Yemen'de, Kanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kutulamare'de vatan topraklarını birlikte savunan, birlikte şehit olan, birlikte gazi olan biz değil miyiz? Kurtuluş Savaşı'nın kahraman evlatları hep birlikte biz değil miyiz? Cumhuriyeti kuran ve ortak idealler, ortak hedefler doğrultusunda yüceltenler bizler değil mi? İstiklal Marşı'nı dinlerken hepimizin yüreği kabarmıyor. Yemen Türküsü'nü dinlerken hepimizin gözleri yaşarmıyor. Fuzuli'nin şiirleri nasıl ruhumuza hitap ediyorsa, Ahmedi Hanim'in dizeleri de aynı şekilde bizi duygulandırmıyor. الحمد لله يا شعب تركيا العظيم إنه النصر المبين لقد هيأ لكم الله عز وجل قائدا فذا باع دنياه بآخرته وضحى بكل غال ونفيس لإسعاد شعبه متجردا من الأنانية وحب الذات وقدم مصلحة أمته على مصلحته الشخصية فقد كان ضد الظالم حتى ينتزع الحق منه ومع المظلوم حتى يعيد الحق له فلا نامت أعين الجبناء لقد أفنى حياته مضحيا براحته وسعادة أهله في سبيل إعلاء شأن الأمة والذود عن حياضها وأمنها ورقيها وسعادتها فأصبحت تركيا في مقدمة الأمم ورايتها خفاقة في كل المحافل الدولية فهنيئا لكم بهذا القائد والزعيم فقليلا ما يجود الزمان بمثله إنه الرئيس رجب طيب أردوغان انظروا حولكم من الدول وعلى مشارف حدودكم من قادة وزعماء إقليميين ودوليين سترون العجب العجاب قادة باعوا الوطن والتراب وباعوا الحرث والنسل أذلوا شعوبهم ونهبوا ثرواتهم وأضاعوا شرف الأمة وشرف شعوبهم بعرض من الدنيا وكرسي لا يدوم فلو دام لغيرهم ما وصل إليهم إنهم لا يؤمنون على عرض فكيف يؤمنون على أمة فاحمدوا الله واشكروه على نعمة هذا القائد العظيم رجب طيب أردوغان إنه صلاح الدين الأيوبي لهذا العصر الذي انتصر في معركة حطين على الصليبيين الحاقدين وأعاد القدس إلى حياض المسلمين وإليكم لقاء لقائد جيش المسلمين مع قائد الفرنجة وما دار بينهم من حديث فهزم الفرنجة المغتصبين وأعاد شرف الأمة كما فعل من قبله أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه عندما فتح بيت المقدس وأصدر بيانا هاما لم يسبق من قبل
ولا يعرفه غرب ولا شرق، إنها العهدة العمرية، وإليكم مقتطفات منها. فما أشبه الأمس باليوم، فلا نامت أعين الجبناء. اللهم انصر عبدك رجب طيب أردوغان، إني أحبك في الله.